محمد كمساعد اول ومساعد ثاني مرضي خالد، في حين الحكم الرابع كرر توفيق من مدينه اكادير وفتح الخير محمد ومندوبه للطرفين. فريق الدفاع الحسني الجديدي باغة بشكل مفاجئ فريق الحسنية في هذه المحاولة. نجاح جيمي مرة شيئا ما بعيد، وكانت كذلك متابعة جيدة من زكريا حدراف. الكرة مرت جانبا لضربة مرمى، كرة الأخير هدف سجله لاعب الحسنية كوني. زومانا كوني هو الذي سجل الهدف. كان خطأ فادح في التنشيط الدفاعي. كان خطأ في التنشيط الدفاعي، وفرحة لزومانا لسجل أخرى، وبالتالي هذه الأجواء تغيرت بعد طرد عادل المتوني. طرد عادل المتوني بطبيعة الحال كان طبيعي بأنه فريق الرئيس المجاهد هشام. سفيان كادو جواد كان قريب من التسجيل. هذه ابرز محاولة يمسكوا مرفع الكرة. كانت هذه فرصة امام لاعب ايوب سكوما للتسجيل.